فوالا، مرحبا بالمشاهدين اللي كيتبعوا حمام والشهيوات. اليوم غادي نساليكم الشوارع ديال مولمبيك. اليوم كنتواجدوا فريد ليكول، بحال راه حنا في المغرب، بحال حنا المهم شي دوله عربيه. غادي نوري لكم بوشري راه هنا. دابا زيدوا معنا، كاين غادي نوريو لكم كاين بيتزا، كاين الكوافور، كاين القهوه، كاين بزاف ديال الحوايج. زيد معنا، بغينا نوريو لكم كاع الشوارع اللي كتواجد مولمبيك. فوالا ديجا غادي نلقاو واحد البيتزا هنايا قدامنا. ها هي البيتزا، ها هي تبارك الله، هذيك الله يحفظك. هنا غادي نلقاو قدام البار. هذا هي كاينه هنايا البارك اللي كاينه في الدراري، وهنا هي الكوافور ديال ميمو، وهنا هي صحاب السداده بحال راك كتشوفي، وهذيك بلاصه القهوه. وهنا هي دايما هنايا كاينه غادي نمشيو غادي نخرجو قدام قدام البوليس بيني وبينكم. كما كيقولو في البلاد صحاب الحلوشه. ومن بعد منين غادي نفوتو غادي نبين لكم لاكومين ديال مولمبيك. هنايا الاجواء بحال اللي راك في المغرب، كلشي كيهضر العربيه، اغلبيه كيهضرو هنا بالعربيه. بين لهم الاخر لي طرابو ديال سميتو ديال الحوايج هنايا كاينه. لا هنايا كاينه الكوميسياريه. هنايا قدام كاين المترو، وهنايا كاين عاوتاني واحد البيتزا، كاين القهاوي عندك تقدر تشوف فيها. وهنايا كاين لا كوميز ديال المنزل، هذا أفضل ديال المنزل. وهنايا فين كيعمر سوق الخميس، وهنايا كاع كاينين المكازا. وخلاص هيك كيكون القهاوي. هادي باش معروفة مولمبيك، هاي الشعبي كما كنقولو، واللي بغيتو كتلقاوه هنايا كاينه، وهنايا كاينه خلاص كاينه. ولهيا كتشوفو كاينين صحاب الكاس المغربي، كاينين صحاب الكاس.
إذا كنعيشو في مولنبيك، وهنايا كاينه ديك العلامه ديال لا كومين مولنبيك، راه هكا تبان لكم. وشكرا للمصور. لا ما تمشيوش بعيد، ها حنا غادي نرفعو لكم دابا. فوالا زيدو معنا، غادي نزيدو لكم. حوم العربي له؟ ها؟ هذا محوم العربي له؟ وهذا بحال هذا ذاك البني قديم عندهم هنايا كاينة، قول هي دور لهم في الفجر. وهذاك البني جديد. بحال راه هذا كيفاش بغينا ندوزو هاد الاخر نبينو الاخر ديال مولانا. وهنايا غادي نخرجكم فواحد البلاصه الكاميرا. نتمنى هاد لا فيزيت اللي كندير لكم وهاد المساريه اللي بغيت نساريكم تعجبكم. وهاد البلاصه فين راه نتاك كانت واجدو الجهه الاخرى غادي نوريها لكم اكثر، يا كيعيشوا فيها النصارى بزاف. دابا رجعوا النصارى كيجيو لهاد البلاصات. مناظر جميلة قبط لهم تما كذا مع الكاميرا بالنسبة. هادي لوتر كوتي، ديك النهار شفنا لكم على البلاصة أخرى، دابا لوتر كوتي في مولنبي. نتمنى هاد الاخر اللي كندير بكم، هاد اللي كنساريكم هنايا في مولنبيك، نتمنى يكون هادشي في الاعجاب ديالكم، ونتمنى يكون عجبكم بزاف. وكتبوها لي في التعاليق الحاجه اللي بغيتم. مازال احنا عندنا بزاف ديال لافيزيت هنا في مولنبيك. وهاد البلاصه هادي بزاف ديال لي فلامه رجعوا كيستنوا هنايا كاين. هذا عاوتاني شارع الاخر كما كتشوفوا، بحال اللي راه حنا حي شعبي طبيعي نورمال. دائما هنايا كاينه مولنبي، وهنايا كاينه هاد الحوض. نتمنى هاد لافيزيت اللي درت لكم هنايا في مولنبي تكون عجبتكم. وباقي عندنا بزاف كما قلت لكم، مازال غادي نساريو هنايا مولنبيك بزاف، غادي نوريها للناس حيت عجبتهم ديك لافيزيت اللي كنت درت في داك الفيديو، لقيتها في التعاليق عجبتهم. وباقي غادي نساريكم مزيان مولنبيك، باقي غادي نبينو الحي شعبي، مازال غادي نبينو بزاف ديال الحوايج. شكرا على التعاليق الزينه، ودائما شكرا على البارطاج، شكرا على لي لايك اللي كديروا لي. ما بقى لي حموم وتشيوات، غادي نشكركم وراقبوني فيديو اخر، والحاجة اللي بغيتو اكتبوها لي في التعاليق. السلام عليكم، إلى اللقاء.